السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية مكون الصرف والتحويل. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الأول من الوحدة الثانية مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. ونموضتنا لهذا اليوم الاسم، الجنس والعدد، التذكير والتأنيث، المفرد والمثنى والجمع. إذا ألاحظ وأكتشف، أصنف أسماء صديقاتي وأصدقائي في الجدول بحسب كل مجموعة. إذا هذا ولد، مجموعة الذكور. إذا هذا ولد مذكر، مجموعة الإناث. هذه بنت مؤنث. إذا أسماء الذكور: زكريا مثلا، كريم، أحمد، يوسف، زكرياء، عفوا ذكرت زكرياء، سعيد، إلى غيرها من الأسماء المذكرة. مجموعة الإناث: لينا، سميرة، سلمى، فاطمة، مريم، هبة، خديجة. هناك عدة أسماء أخرى. إذن هنا كل متعلم ومتعلمة أسماء أصدقائي وأصدقاتي داخل القسم سيصنفها إلى أسماء الذكور وأسماء الإناث. أكتب عدد الأطفال في كل خانة. لاحظوا معي مفرد، إذا هنا طفل واحد، إذا سأكتب واحد. هنا طفلان، مثنى، إذا اثنان. هنا ثلاثة أطفال، إذا سأكتب ثلاثة. إذا رسام، رسامان، رسامون. إذا المفرد رسام، المثنى رسامان، الجمع رسامون. إذا لدينا هنا المفرد واحد، رسامة، المثنى رسامتان، الجمع رسامات. إذا المفرد هو ما يدل على واحد، المثنى ما يدل على اثنان، الجمع ما يدل على ثلاثة أو أكثر. إذا المفرد ما يدل على واحد، المثنى ما يدل على اثنان، الجمع ما يدل على ثلاثة أو أكثر. الرسام، الرسامان، رسامون، رسامة، رسامتان، رسامات. ماذا نستنتج؟ أنه يأتي الاسم مذكرا أو مؤنثا، يشار الاسم المذكر بهذا ويشار للمؤنث بهذه. يأتي الاسم مفردا فيدل على واحد أو واحدة. يأتي الاسم مثنى فيدل على اثنين أو اثنتين. يأتي الجمع، الاسم جمعا فيدل على ثلاثة فأكثر. أطبق أكمل ملء الفراغات في الجدول الآتي بما يناسب. إذا لدي طفلان، إذا المفرد المذكر طفل، الجمع المذكر أطفال، مؤنث المفرد المؤنث طفلة، المثنى المؤنث طفلتان، الجمع المؤنث طفلات، المفرد المذكر فنان، المثنى المذكر فنانان، فنانان، الجمع المذكر فنانون، المفرد المؤنث بالنسبة لي مفرد ممثلات، ممثلة، المثنى المؤنث ممثلتان، الجمع ممثلات. إذن طفل طفلان، أطفال، طفلة طفلتان، طفلات، فنان فنانان، فنانون، ممثلة ممثلتان، ممثلات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.